finalis dengan nomor peserta QS.008 akan membacakan surah At-Tahrim ayat 8 dan seterusnya pada halaman 506 riwayat Qolun dan Warosh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ما شاء الله 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 الله. طيب 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 خير خير خير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا
Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ya ayyuhan nabi ujahidil kuffar wal munafiqin waghlul alaihim. Ya ayyuhan nabi ujahidil kuffar wal munafiqin waghlul alaihim. ومأويهم جهنم وبئس المصير. ومأويهم جهنم المصير. صدق الله العظيم.